بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء، جاءت بعد قوله جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول تعالى لعباده المؤمنين بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لعبادي يقول التي هي أحسن. لا يستهوينهم الشيطان في الكلام البذي أو الكلام السيء أو الكلام الذي يحتمل احتمالات كثيرة، يقول الكلام الفصيح الواضح البين الذي هو أحسن الكلام. لا يحملنه الشيطان على الكلام السيء فتسوء حالهم مع من يخاطبونهم. ومن هم هؤلاء المخاطبون؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول للمؤمنين، وماذا يقول المؤمنون لمن؟ يقول المؤمنون للكفار أو للمؤمنين. قولان للعلماء رحمهم الله: القول الأول أن الآية نزلت أمرا لعباد الله المؤمنين بأن يقولوا التي أحسن مع مخاطبتهم للكفار، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة رضي الله عنهم ما يلقون من المشركين من الأذى، فنزلت هذه الآية الكريمة: قل للمؤمنين يقول التي أحسن مع الكفار. وقيل إنها نزلت أمرا للمؤمنين بمخاطبة بعضهم بعضا بالتي هي أحسن. إذا خاطب المسلم أخاه المسلم فإنه يخاطبه بالحسنى والكلام البين، لا يستزلهم الشيطان. يقول التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان يتسلط ليدخل على المؤمنين الشكوك والريب وتفسير الكلام على غير وجهه الصحيح، إلى أن الكلام إذا احتمل كذا وكذا حمله الشيطان على الكلام السيء فأزز بين المسلمين والعداوة والكراهية. قول التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان بين العداوة، فعداوته متأصلة منذ أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فأبى، فأبغض الشيطان آدم وذريته، وأقسم بعزة الله إن أبقاه الله ليتولن إضلال المسلمين إلا من عصم الله. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن عصم الله من الشيطان فليس له سبيل علينا إن شاء الله.
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فهو مهما غر الإنسان أو تكلم معه أو أغواه أو قال هذا طريق حسن، فعلى المسلم أن يتبرأ من الشيطان ووساوسه ويبتعد عنه عما يقوله، ولا يصدقه بعد إغوائه لآدم عليه السلام وإخراجه آدم من الجنة. خرج آدم من الجنة بسبب إغواء الشيطان له وأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها. نعم. يأمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. فقد مر شيطانان من اليهود على جمع من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، مروا بهم وهم متآلفون متحابون، كل واحد يؤثر الآخر على نفسه وعلى ما يحب، فغاضهم ذلك وتأثروا من هذا، وقال أحدهم للآخر: ألا تنزل عند هؤلاء فتؤشي بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض تذكرهم بحروبهم السابقة. فنزل وبدأ يسأل عن الحروب كأنه يستفسر، حتى تشاجر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتواعدوا الحرة يخرجون إليها يبدأون القتال من جديد. بكل هذا بكلام الشيطاني اليهودي الذي أزز بينهم العداوة. فالشيطان وأعوانه لا يهدؤون ولا يستريحون إذا وجدوا المسلمين متحابين متآلفين. نعم. ولهذا نهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده فربما أصابه بها. ففي يعني الحديث لا تشير لصاحبك، إذا كنت تتحدث مع أخيك المسلم لا تشير إليه بالسلاح، ولا تشير إليه بحديدة، ولا تشير عليه بسهم، خشية أن ينزعه الشيطان من يدك فيضرب به أخاك المسلم فتندم أنت وإياه. وإنما أبعد الحديد عنك، أبعد السهام عنك، أبعد البنادق وغيرها عنك إذا كنت تخاطب أخاك المسلم. فكم ضحية راحت بها سبب هذا، نتيجة العبث أو اللعب أو الاستهزاء أو السخرية بالآخر، فينطلق السلاح ويقتل المسلم من حيث لا يشعر. نعم. ففي الحديث: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. يقع في حفرة من النار إذا قتل أخاه المسلم. نعم. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا. قال حماد: وقال بيده إلى صدره: وما تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما
والمحدث شر. يعني ما تفرق مسلمان بعد اتفاقهما على أمر من الأمور إلا بسبب معصية حصلت من أحدهما، فحصل الحدث فصار الشر بينهم. من قبل كانوا متآلفين متحابين، ثم إذا حصل بينهم سوء تفاهم في أي عبارة أو أي كلمة ساءت حالهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شربت بعد أذان الفجر بدقيقتين، كنت نائما وصحيت بعد الأذان، فماذا علي؟ عليك أخي أن تسأل المؤذن، أهو يؤذن إذا رأى الفجر؟ فشربك الماء بعد أذان الفجر ولو بدقيقة واحدة يؤثر على صيامك، لأنك شربت بعد طلوع الفجر. وأما إذا كان يؤذن احتياطا قبل طلوع الفجر بقليل فلا بأس عليك، والأصل أنه لا بأس عليك ما دمت لم تر الفجر قد طلع، فلا بأس عليك إن شاء الله، لأن الوقت وقت السحور الأصل فيه الليل، الأصل فيه الليل والنهار عارض، بخلاف وقت الإفطار فالتقدم على الغروب الأصل فيه النهار، والليل ما طرأ إلى الآن. فالظاهر والله أعلم أنه ليس عليك شيء إن شاء الله إن جهلت الحال. يقول السائل: امرأة لا تستطيع الصوم ولا تستطيع القضاء بعد رمضان، ماذا يجب عليها؟ وهل يجوز إخراج المال مكان الإطعام، وكم المقدار؟ أولا، إذا كانت لا تستطيع القضاء لمرض مزمن، يعني مستمر قوي شديد عليها، أو لضعف في البدن وعدم تحمل الصيام، فإنها لا تأمل القدرة على القضاء، فحينئذ عليها الإطعام، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان مرضها يرجى برؤه فعليها أن تنتظر حتى تبرأ بإذن الله ثم تقضي، فهذا لا يخلو. إن كانت تأمل القضاء القدرة والصيام والعفو والعافية من الله فعليها أن تنتظر، وإن كانت لا تأمل الشفاء لأن مرضها مزمن أو شيخوخة أو كبر سن أو ضعف عام في البدن ما يرجى برؤه، فهذا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، ولا تجزئ الدراهم، وإنما عليها أن تعطي الدراهم لمن تثق به بأن يشتري الطعام ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإطعام المسكين نصف الصاع من قوت البلد عن كل يوم، يعني كيلو ونصف، يعني رمضان كله 30 يوما، 30 كيلو ونصف الكيلو يعني 45 كيلو، تطعمها للفقراء والمساكين عن كل يوم من أيام التي أفطرتها، يكفيها هذا المقدار
45 كيلو تطعمها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره لا بأس عليها. يقول السائل: هل استخدام الحبوب التي تذوب تحت اللسان أو الأسنان للقطرات هل هي من المفطرات، علما أن هذه الحبة لعلاج الذبحة الصدرية والوقاية من الجلطات؟ لا يا أخي، أي علاج وأي دواء يدخل من جهة الفم فإنه مفطر، لا يجوز للصائم أن يستعمله قبل الإفطار قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فليأكل ما شاء من الدواء، وأما قبل غروبها فإنه مفطر، ولا يجوز للمسلم أن يستعمل شيئا من المفطرات قبل الغروب، لأنه إذا استعمل هذه الحبوب ما كمل يومه صائما، أفطر قبل نهاية اليوم فعليه القضاء. فهذا إذا كان يستطيع الانتظار ينتظر، وإذا كان لا يستطيع فليفطر ولا حرج عليه، ويقضي بدل هذه الأيام التي أفطرها أياما أخرى بعددها. يقول السائل: ما أفضل تفطير الصائم في الحرم؟ هل الأجر مضاعف مثل الصلاة؟ الثواب من الله جل وعلا، وهو يجود على عباده بما شاء من الخير والبركة، فعلى المسلم أن يحرص على فعل الخير، والأجر من الله جل وعلا عظيم، ولا يسأل عن ماذا لي إذا فعلت كذا وإذا فعلت كذا، فالفعل ليس هو المراد وحده، وإنما المراد الإخلاص لله جل وعلا. كلما أخلص العبد لربه فإن الله جل وعلا يثيبه أكثر. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة عن والدي الحي؟ الحي المستطيع الوصول إلى مكة لا يحسن أن تعتمر عنه، وإنما هو يأتي ويعتمر عن نفسه، أما إذا كان عاجز عن الوصول إلى مكة فلك أن تعتمر عنه. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة؟ تكرار العمرة في تفصيل، أما أن تأتي بالعمرة اليوم ثم تسافر إلى المدينة أو إلى غيرها من البلدان ثم تعود إلى مكة بعمرة أخرى لا بأس عليك في هذا، وأما أن تعتمر اليوم وتخرج غدا إلى التنعيم أو إلى غيره لتعتمر عمرة أخرى فهذا لا يحسن منك. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة كل تكبيرة؟ يستحب ذلك وليس بواجب، يستحب لك أن ترفع يديك حذو منكبيك عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة استحبابا لا وجوبا. يقول السائل: ما حكم ابتلاع الباقيات والفضلات في السن، هل يبطل الصوم أم لا؟ إذا تعمد الإنسان أكل شيء علق بأسنانه بطل صومه، لأنه أكل فيبطل الصيام، وأما من ساب مع الريق بدون شعور الإنسان وبدون اختياره فلا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: امرأة حامل في الأشهر الأخيرة فهل لها رخصة في الإفطار؟ إذا شق عليها الصيام
أو خافت على الولد الذي في بطنها فلها أن تفطر، وأما إذا لم يشق عليها فيجب عليها الصيام كما يجب على غيرها. يقول السائل: بدأت السعي بين الصفا والمروة من العلم الأخضر وختمتها عند العلم الأخضر، هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، ليس بصحيح، هذا كل يعرفه. انظر الطائفين والساعين، لا تترك عملك يبطل وأنت بالخيار عندك المجال السؤال. فما يجوز للمسلم أن يجتهد في العبادة بلا علم ثم يقول فعلت وفعلت، فعلك هذا لا يدل إلا على جهلك وعدم مبالاتك بالعبادة. فالواجب على المسلم أن يهتم بعبادته لله ولا يعمل العمل إلا إذا تيقن صحته أن عمله صحيح، وإلا فعنده طلبة العلم بكثرة يسأل من يختار منهم ويخبره بالصحيح. فبعض الناس يجتهد لنفسه ولا يبالي بطلبة العلم ولا بغيرهم، فإذا انتهى ندم على أنه اجتهد في غير محله، أن اجتهاده غير صحيح، فيأتي يسأل. اللي بدأ من العلم الأخضر وانتهى بالعلم الأخضر ما كلم ما أكمل سعيه لا الأول ولا الأخير. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في رمضان المبارك؟ كما تقدم، إن كان نتيجة السفر فلا بأس، وأما إذا كان مقيما في مكة ويكرر العمرة فلا ينبغي له ذلك. يقول السائل: هل يصح إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ لا يا أخي، لا يجوز، لا يجوز إلا في يوم العيد، ولك أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. فزكاة الفطر فيه وقت فاضل يستحب أن تخرجها فيه وقت مفضول، فمثلا من صلاة الفجر إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراجها. من صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت لإخراجها، وما قبل ذلك فلا بأس بيوم أو يومين إذا خشيت أن يفوتك الوقت أو نحو ذلك، أو احتياطا أو لأجل أن تجد من تريد إعطاها إياه أو نحو ذلك. ويوم العيد يجب عليك أن تخرجها إذا لم تخرجها قبل هذا. يقول السائل: ما معنى هذا الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ما معنى عند فطره؟ هل أثناء الفطور أم قبل الفطور أم بعد الفطور؟ هذا شبيه بسؤال اليهود عن البقرة بني إسرائيل: هذا ما لونها، ما كذا ما كذا. يا ينبغي لك أن تتعنت بالأسئلة، اسأل الله جل وعلا وثق بالإجابة قبل الإفطار أو مع الإفطار أو أنت تأكل أو قبل الأكل أو جالس للفطور، كله عند فطرك. أن تحرص على الدعاء وثق بأن الإجابة ستحصل بإذن الله، ولا تشدد على نفسك. يقول السائل: عندي 4 بنات وأنا رجل ميسور الحال، وأريد كتابة جزء من ثروتي لهن خوفا عليهن، ولا أريد مخالفة الشرع، فهل أحسبها لهم على، وهل لي أن أهب شيئا لزوجتي أم أكتب لهم بشكل البيع والشراء؟
حيلة يعني تحيل أنك بعت عليهم وكذا. لا يا أخي، أنت معاملتك لبناتك حسنة من الحسنات، فعليك أن تعاملهن كما يجوز لك شرعا. واحذر أخي أن تعطي بناتك لتضيع ثروتك عن الوراثة البقية، فلا يخلو إن كان عندك أولاد فاترك المال لهم كلهم يتساوون فيه كما قسمه الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان ورثتك عصبة ليسوا من الأولاد ولا من الأبناء ولا من البنات، فعليك أن تتقي الله في ذلك وتقسم كما قسم الله جل وعلا. لا تؤثر البنات عند الموت بشيء، وإنما لك أخي أن تعطي بناتك في حال الحياة والصحة والعافية ما شئت من المال، فتعطي البنت ما شئت من المال إذا كنت صحيحا شحيحا. أما إذا قرب الأجل وكبرت السن وضعف البدن فلا يجوز لك أن تقول هذا لبناتي وهذا قد بعته عليهن أو كذا، هذا من الكذب المحرم. ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من دخول الجنة أو كما جاء في الحديث، فلا يجوز للمسلم أن يحرم مستحقا للميراث كأن يكون ابن عم أو ابن عم بعيد. فعليك أن تتق الله في ذلك وتقسم ما لك كما قسمه الله جل وعلا، ولا تؤثر بعضهم على بعض. اللهم إذا كان هذا في حال الصحة فلك أن تعطي بناتك ما شئت، لأنه في حال الصحة تعطيهم من مالك الذي تملكه أنت ويخصك. أما في حال المرض فكأنك تؤثرهم على بقية الورثة، تقسم بينهن وتعطيهن ما لا يستحقن هو البنات، وإنما هو نصيب لعموم الورثة. يقول السائل: المريض الذي يصوم مع مرضه هل يؤجر أو يأثم؟ أخي، إن كان المريض يشق عليه الصيام ويتعبه ويزيد في مرضه أو يؤخر برأه وشفاءه، فهذا لا يجوز له أن يصوم، فإن صام أثم. أما إذا كان المرض لا يشق عليه الصيام معه فله أن يصوم وهو آجر له الصيام، إلا إن شق عليه، فكما قال عليه الصلاة والسلام في أن الصائم إن شق عليه الصيام عليه أن يأخذ برخصة الله جل وعلا، يستفيد مما رخص له ربه جل وعلا. فإذا كان المريض يشق عليه الصيام فالمستحب في حقه الفطر، وإن كان المريض لا يشق عليه الصيام فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول السائل: هل إساءة الظن بالمسلمين من قلة الإيمان؟ لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بمسلم آخر، لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يحسن الظن به ويأخذ بالأحوط في معاملته. إن خشي منه شيء يأخذ بالأحوط في معاملته، يعامله بالحسنى ولا يسيء به الظن. فما دام الكلام له محمل حسن فيحسن به أن يحمل كلامه على الكلام الحسن، إلا إن لم يجد محملا له حسن فلا بأس أن يأخذ بالأحوط ويسيء به الظن، ويسيء به الظن إذا ظهرت له
بوادر ذلك. يقول السائل: أنا قادم من المدينة معتمر وعملت العمرة، فمتى يمكنني أن أعمل عمرة أخرى لوالدي المتوفي؟ لا يا أخي، ما ينبغي هذا، ولم يرد تحديد باليوم أو بعد العمرة بكذا، وإنما إذا قدمت مكة فقدم إليها بعمرة، وما دمت بمكة وحديث عهد بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: الحامل والمرضع إذا أفطرتا لعذر تفطر أم تقضي؟ إذا أفطرتا لهذا العذر الحمل فلها أن تقضي بعد نفاسها، بعد وضعها، بعد ولادتها، تؤخر القضاء ولا بأس عليها، ما دامت لها عذر فتؤخر القضاء حتى تقدر على القضاء بإذن الله. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وتقصير الشعر تقليد الأجانب، يقص نصف شعره ويترك النصف الآخر؟ هذا معلوم أن التقليد الأجانب محرم على المسلم، لا يجوز له أن يقلد اليهود ولا النصارى، ومن قلدهم في الظاهر فهو يوشك أن يقع مثلهم في الباطن في شيء من الشك والريب، فعلى المسلم أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، والاتفاق مع المرء في الظاهر يدل على المودة في الباطن، فإذا اتفق مع اليهود أو مع النصارى فهذا دليل على انحراف طبعه وميوله عن حال المسلمين إلى حال اليهود والنصارى. أما إذا قلد المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا متابعة شرعية مأمور بها شرعا، على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يكون متبعا لا مبتدعا. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان وبخاصة في الحرم المكي؟ الدخان خبيث من الخبائث، والله جل وعلا وصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فيحرم على المسلم أن يشرب الدخان لأنه خبيث ومضر بالمدخن ومضر بزوجته ومضر بأولاده ومضر بأهل بيته كلهم، وحتى الجيران ينالهم من الضرر الشيء الكثير بدخول الدخان على بيوتهم بدون اختيارهم، هذا ضرر عظيم، ويجب على المسلم أن يقلع عن الدخان لأنه محرم. يقول السائل: ما حكم الإمام يصلي بالبنطلون وهذا تقليد للكفار؟ قد يكون تقليدا وقد لا يكون تقليدا، إذا كان البلد يلبس فيها البنطلون باستمرار عند الناس كلهم فقد لا يكون في هذا تقليد، لأنه بحسب الحال، والصلاة بالبنطلون ما ينبغي أن يصلي، لكن ما يقال إنه تقليد للكفار، لأنه إن كان تقليد للكفار فإنه حرام ولا يجوز له ذلك. يقول السائل: بعض الفرق الضالة يقولون أن الإفطار عند الليل أو إلى الليل، ويعتقدون أو يستدلون بقوله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام. الليل وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غربت الشمس منها هنا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وغابت غربت الشمس
فقد أفطر الصائم، فالفطر عند غروب الشمس لا عند اشتباك النجوم. هذا صيام اليهود والنصارى، هم الذين يصومون أو يفطرون عند غروب عند اشتباك النجوم. يقول السائل: هل الرمل خاص بالمعتمر أم كل من طاف بالبيت؟ الرمل ليس خاصا بالمعتمر ولا خاصا بمن طاف بالبيت، وإنما هو مستحب عند أول طواف تقدم به إلى مكة. إذا قدمت مكة بطواف فيستحب لك أن ترمل سواء كنت معتمرا أو لا. يقول السائل: قمت بعمل عمرة رمضان لي، وأريد أن أقوم بعمل عمرة لوالدي وولدي المتوفيين، فهل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم من أي مكان أقوم بعمل عمرة لهم؟ ما يحسن هذا أخي الاعتمار من التنعيم إلا لمن طالت إقامته في مكة واشتاق إلى هذا النسك الذي هو العمرة، فلا بأس أن يخرج. أما إن كان قادم إلى مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، لأن الوقت وقت صلاة، وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تكون الشمس في وسط السماء. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فعليك أخي أن تحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم: أوصاهم بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام 3 أيام من كل شهر، فيحسن بالمرء أن يأتي بها. وصلاة الضحى تكفي عن 360 صدقة تجب على كل مسلم في كل يوم. كل يوم تطلع فيه الشمس يجب على المسلم أن يتصدق عن كل عضو من أعضائه بصدقة، علما أن هذه الصدقات ليست مالية والحمد لله، وإنما هي مالية وتكبير وتحميد وإعانة على المعروف وإعانة على سد طريق الشر ونفع المسلمين وهكذا. ويكفي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، تكفي عن 360 صدقة، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويواظب عليها لعلها تنفعه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يقول السائل: هل يشرع لأهل مكة للطباع إذا اعتمروا؟ لا يشرع لأهل مكة للطباع ولا الرمل، وإنما يضع الرداء على كتفيه ويمشي مشيا عاديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القادمين إلى مكة بالاطباع والرمل إغاظة للمشركين. يقول السائل: توفي رجل وترك أسرة بلا بيت، وأوقفت عليهم بيتا ثم أغناهم الله ببيت، وتزوج البنات جميعا، وعندي أولاد محتاجين فهل يجوز لي أن أوقف عليهم البيت وهم أفقر من الأسرة السابقة؟ عليك أخي أن تعرض ورقة الوقفية على طالب علم ليبين لك ما يجب عليك، لأنه بحسب نصك على الوقفية
بعد هذه الأسرة من سيكون الوقف له؟ يقول السائر: رأيت ناسا صلوا الوتر 3 ركعات بتشهدين ويكبرون قبل الركوع الأخير ويدعون القنوت كل واحد لوحده ثم يكبر ويركع. لا بأس عليهم في هذا كله إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الذين يرمون أمهاتهم في أماكن العجزة ولا يبالون بذلك؟ يجب على المسلم أن يور والديه ويعينهم ويساعدهم وخاصة عند الكبر، ويحرم عليه العقوق وتركهم، اللهم إلا إذا كان مضطرا لذلك ليس عنده من يقوم على والديه فيوصلهم إلى بيت العجزة ليتولونهم، فهذا يرجع فيه إلى حال الرجل وحال الأب الكبير. يقول السائل: ما عدد ركعات التراويح وهل الأفضل 11 ركعة أم أكثر في عدد الركعات؟ علينا أن نعلم أن التراويح سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها بركعات، فلنا أن نحدد كما حددها عمر رضي الله عنه 23 ركعة، ولنا أن نصلي 11 ركعة، ولنا أن نزيد ونختم بالقنوت والوتر، ولنا أن ننقص عن هذا، ولنا أن نحتر بركعة واحدة كل الليل، لنا أن نقوم بركعة واحدة كل الليل، فلا بأس على المسلم في تعداد صلاة الوتر والقنوت، لا بأس عليه في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.